السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده متخصص في عمل دراسات الاستدامة. طيب ممكن أقول له من هنا من فايل، أقول له إن أنا عايز أعمل إمبورت بين فايل أو شيب فايل أو بي إم إل فايل، تقدر تدخل أي فلتات من دول، أو ممكن تيجي هنا تقول له مثلا نيو بروجكت، أنت عايز تبدأ مشروع جديد، فيقول لك ويزارد ولا كريت كونستراكت جيومتري ولا ولا فايل. ده كده بتبدا مشروع جديد، مجرد ما تدخل الملف. فانا هقول له ان انا عايز ابدا من هنا، وهنا بيقول لي اتش تي ام ال ولا اي اس بي ولا ام اي بي. طب هقول له انا عايز اي اس بي، وخليني اختار مثلا الملف الاول. فبيقول لي انت عايز داتا اونلي ولا جيومتري اونلي ولا جيومتري ستايل داتا. طيب انا عايز ابدا اشوف مثلا دراسه للشمس، فهاجي هنا واقول له فعل لي. فهاجي بالشكل ده في ال 3D، ممكن اقول له انا عايز اغير الشكل بتاع الماتيريال تبقى اكثر واقعيه. طيب عايز ابدا اديله الظلال، اقول له اكتب لي الظلال. طيب عايزين نبدا بقى نظهر الشمس نفسها. انا ده نقدر ان احنا نقول عايزينها تبقى موجوده الساعه كام، وعلى حسب الساعه ده هيبدا يظهر معايا الظلال. نقدر نعمل دراسه للظل ده اليوم والشهر، تمام. ونقدر ان احنا نخليها تعمل انوتيشن بحركه، وقت الظلال بيتحرك تقدر ان انت تعمل لها الدراسه بتاعتها. شوف الموديل ولا الشات تول، انا مش عايز اشوف فول ستوري ولا تقدر ان انت تعمل